أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج أوتوكاد. نواصل معكم رسم خريطة منزل، وطبعا بالمحاضرة السابقة وصلنا إلى فتح الفتحات الخاصة بالأبواب والشبابيك، وفي هذه المحاضرة راح نرسم الأبواب والشبابيك. ومثل ما تعلمنا أنه سوينا مجموعة طبقات، من ضمن هذه الطبقات طبقة سميناها دور، واللي راح يتم رسم الأبواب والشبابيك بها، فلابد أنه نختارها قبل ما نجي نرسم. وطبعا لاحظ ان الباب يتكون من خط، هذا الخط يكون متر طوله، 1 متر، وطبعا راح يكون عندنا قوس. اذا كان عندي الباب متر فالخط راح يكون متر، ليش؟ لان هذا الخط نفسه راح يفتر الى نهايه الباب. واذا كان عندي 80 او 75 راح يكون الخط 75. جيد، طيب الان راح نجي نختار القوس. طبعا من ضمن هذه الأقواس أي قوس، مثلا راح أختار Start and Radius. طيب نجي نرسم من هذه النقطة من النهاية، ومن ثم من الركن الخاص، يعني من نهاية الخط، ومن ثم نحدد ركن، ومن ثم نحدد نصف القطر. طبعا يطلب من عندنا نصف القطر اللي هو بداية الخط، يعني نهاية خط، ركن، بداية خط. طبعا نصف القطر هذا هو نفسه، طبعا نعتبر هاي دائرة، فنصف قطرها هي هذه المنطقة، فنجي نحدد هذا الجزء. ممتاز. طبعا بإمكاننا نحول هذا الباب إلى جروب، نحدد هذا الجزء وهذا الجزء ونضغط كليك أيمن، وطبعا نختار جروب هذا الجزء. ممتاز، أصبح عندنا جروب. جيد، بإمكاننا أنه نستنسخ هذا الباب. طيب كيف نستنسخ الباب؟ نجي إلى الأمر كوبي، نحدد هذا الجزء، انتر، نحدد نقطة ال، طبعا ممكن نخليه بهذه المنطقة ونعمل له ميرر. طيب شنو يعني ميرر؟ ميرر يعني انعكاس. طيب نجي إلى الأمر هذا ميرر، نضغط عليه. طبعا راح يقول لي select object، حدد لي العنصر اللي تريد تسوي له ميرر هذا العنصر، نضغط على انتر. راح يقول لي حدد لي نقطة الانعكاس، تريده من هنا بالاسفل ينقلب هيك يصير، لو تريده من هنا يكون بهذه الطريقة. فراح اجي اضغط هذه النقطة وهذه النقطة. طبعا راح يقول لي انت متأكد انه راح تسوي ميرر؟ راح اقول له يس، اضغط على يس، راح يكون عندي ميرر. يعني يا اما استخدم الميرر يا اما ارسم من جديد. طيب بهذه الطريقة عدي هذه البابين نفسهم راح يكون هنا، فبإمكاني أنه أستنسخهم. فأجي إلى الأمر كوبي، أحدد هذا الباب ونحدد هذا الباب، أوكي. بعدين نجي نحدد نقطة النقل، راح يكون طبعا نقطة النقل مو الأعلى، نقطة النقل راح تكون هذه، ليش؟ لأن راح نسوي مرر إلى الأسفل، فهذه نقطة النقل، انتر، عفوا. الآن راح نجي إلى الأمر ميرر، نختار ميرر. طيب راح يقول لي حدد لي الأشكال اللي تريد تسوي لها ميرر، هذا وهذا، انتر. راح يقول لي حدد لي الخط الفاصل اللي تريد تسوي له ميرر منه، وطبعا هنا راح يقول لي أنت متأكد؟ طبعا يا أما أضغط حرف واي من الكيبورد، يعني هنا أجي واي، انتر، يا أما أضغط كليك بالماوس على يس. جيد، ألاحظ صار عندي بابين بهذه المنطقة. جيد، ممكن عندنا هنا باب، فهذا الباب ممكن هذا نفسه نسوي له ميرر، نفسه هذا الباب نسوي له ميرر هنا. فطبعا نجي الى كوبي، نحدد هذا الجزء، انتر، النقل راح تكون بهذه المنطقة. طبعا نكبر الباب، وين راح يكون؟ راح يكون الى الداخل. لاحظ ان الباب راح يكون الى الداخل هذه المنطقة، انتر. جيد، تأكد، ممتاز. الان عندنا هذا باب وعندنا هذا باب. جيد، الان عندنا هنا عندنا باب وهنا باب وهنا باب، طبعا هذا ايضا باب متر. فنجي الى طبعا هذا الجزء، اختار كوبي، راح نحدد هذا الباب، انتر، نقطة النقل طبعا راح تكون هذه هنا، ممتاز. الان الميرر ما راح يعني ترهم ويانا، اذا قلبناه بالعكس ما راح يكون صح، قلبناه بالعكس ايضا ما راح يكون صح، فراح نستخدم الامر روتيت. نجي الى الامر روتيت اللي هو دوران، فراح يقول حدد لي الشكل، نحدد هذا الشكل، انتر، نقطة الدوران منين؟ من هذه، انتر. راح يقول حدد لي الزاوية، طبعا يا اما احدد يا اما فقط اضغط هنا كليك، اوتوماتيكيا
راح يكون الباب بهذه الطريقة. الآن راح نحتاج إنه نعمل ميرر طبعاً. آسف، أنا المفروض أخذ كوبي من هذا الجزء وليس هذا الجزء، أخذت هذا الجزء طبعاً، يا أما هذا الجزء أضيفه هنا يا أما هذا نسوي له ميرر. طبعاً شلون نسوي له ميرر؟ لازم ميرر وموف. يلا لا بأس، فرصة إنه نتعلم الأمر موف. فنجي إلى الأمر ميرر، نحدد هذا الجزء إنتر، ونجي نحدد النقل هذا الجزء إنتر، ومن ثم يس، فقط نتأكد نعم. الآن نجي إلى الأمر موف، نحدد هذا الجزء إنتر، نقطة النقل يا هي هذه نقطة النقل، نخليها بهذه المنطقة. جيد، الآن كملنا الأبواب المتر. طبعا فقط عندي هنا الباب اللي بزاوية باب الاستقبال، وعندي هنا السلم راح نتعلمه إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. جيد، الآن نجي نعمل الأبواب الخاصة ب 80 سنتيمتر. طبعا ما أعرف أنا هذا سويته 75 أو 80 ما أتذكر، فراح أجي دايمنشن. طبعا إذا لاحظ الأبعاد كبيرة جدا 80. طبعا أكو عندي طريقة أقدر أقيس من دون أن أستخدم الدايمنشن، فقط أغير إنجليزي وأكتب distance di، فقط أكتب di راح تظهر لي هذه علامة المسطرة، وأجي أحدد منها اللي هنا أنا فراح يعطيني 0.8. جيد، فإذا عدي هنا 80، فراح نجي نرسم خط. طبعا هذا الخط راح يكون 80 يعني 0.8، ممتاز. وراح يكون عندي قوس من هنا، هذا القوس طبعا راح أجي أختار start and radius، طبعا راح يكون هذه البداية، أعتقد راح يكون عندي بالمقلوب. جيد، ليش؟ لأن دائما بالإنجليزي يبلش من اليسار، أنا بلشت من اليمين، فلابد أن نجي نبلش من اليسار. طبعا نجي نحدد هذا الجزء، ومن ثم هذا الجزء، ومن ثم هذا الجزء. جيد، هذا الباب عندي كمل. بإمكاني أنه أعمل جروب لهذا الباب، طبعا أحدده كليك أيمن، وطبعا جروب، وأيضا بإمكاني أخذ كوبي من هذا الباب إنتر، وطبعا نقطة النقل راح تكون هذه. وطبعا إذا لاحظ أنه عندي الأورثو مفعل راح ألغيه حتى أقدر أتحكم براحتي، راح أخليه بهذه المنطقة. جيد، الآن أحتاج روتيت للباب، طبعا أجي إلى روتيت تدوير، نحدد هذا الباب، وطبعا هذه راح تكون نقطة التدوير. جيد، الآن تقريبا الأبواب كملت، ما عدا فقط هذا الباب. أيضا عدنا هنا باب لا بأس أنه الرسم حاليا باب الرئيسي. طبعا نجي إلى كوبي، راح يقول لي حدد لي الباب هذا، نقطة النقل هذا، وطبعا راح تكون هنا، ممتاز. أيضا راح أخذ كوبي أيضا للباب نفسه، انتر، نقطة النقل هذا طبعا راح يكون هنا، ممتاز. الآن راح أجي أعمل ميرر لهذا الباب حتى يكون معكوس، إذا لاحظ هنا أنا معكوس عندي، فراح نجي إلى الأمر ميرر، راح يكون عندي انعكاس بهذه المنطقة، انعكاس عمودي، نحدد هذا الجزء وهذا الجزء، وراح أضغط على يس. جيد، رسمنا الباب الرئيسي. الآن نجي إلى الشبابيك، طبعا الشبابيك سهلة إن شاء الله، فقط يحتاج لها شوية تركيز. نجي نحدد لاين ونرسم خط بمنتصف الفتحة اللي حددناها، احنا مو حددنا هذه الفتحة، نرسم خط بالمنتصف. جيد، وأيضا خط بالمنتصف، ممتاز. الآن نجي نرسم خط، نضغط انتر حتى يرجع مرة ثانية، استخدمنا الأمر لاين، خط بالمنتصف بهذه المنطقة، وطبعا خط بالمنتصف. أيضا عدنا بعد خطوط بالمنتصف هنا، أيضا خط بالمنتصف. لاحظ انه هذه بيها شباك، هذه بيها شباك، وهذا شباك. جيد، الان راح نجي
طبعا فقط عندنا هنا شباك يعني نسيناه. راح نرجع للطبقة الرئيسية اللي هو شباك هذا الحمام. ضروري بالطبقة الرئيسية نرسم خط. وطبعا نجي الى الامر اوفست وطبعا 0.25 بهذه الطريقة. الان اوفست 50 0.5 بهذه الطريقة. طبعا سوري 50 لابد نجي الى اوفست مرة ثانية 0.5 بهذه الطريقة. جيد، الآن نرجع إلى طبقة الدور، نرسم خط. ممتاز. الآن راح نجي نعمل offset لكل خط بسمك 5. فنجي إلى offset وطبعا نختار 0.05 يعني 5 سنتيمتر. موافق. نجي نعمل offset، طبعا راح يكون offset للأعلى وoffset للأسفل. تأكد بنفس الطريقة offset للأعلى offset للأسفل بهذه الطريقة. طبعا هنا فقط نحتاج أن نرسم خط بالمنتصف. نسينا هذا شباك مطبخ. أيضا offset بنفس المساحة ممتاز. طبعا بإمكانكم أن تحذفون الخط اللي بالمنتصف، بإمكانكم تخلوه لا بأس. الأمرين صحيحات والخيار لكم. الآن أكملنا رسم الأبواب والشبابيك الخاصة بهذه الخريطة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نرسم بقية الأجزاء ونكمل هذه الخريطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.